مرحبا واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. انا رغد وهاي قناتنا قناة تفاصيل تيوب. فيديو اليوم حيكون عبارة عن يوتيوبرز مشاهير ارتدوا الحجاب ولكن قليل من استطاعوا الاستمرار، ويلا خلونا نبلش. في كتير من اليوتيوبرز البنات اللي بيحاولوا يتحجبوا، لكن كلنا بنعرف انه الحجاب فريضة ومو محتاج محاولة لانه فرض، لكن في كتير حاولوا ارتداء الحجاب وفشلوا لاسباب كتير. منهم حس انه الحجاب قيدهم، ومنهم حس انه هالحجاب مو مناسب الهم، واسباب ثانية كتير. تعالوا نشوف في فيديو اليوم يوتيوبرز فشلوا في الاستمرار بارتداء الحجاب. اولا بيسان اسماعيل، وهي احد الفتيات المشهورات جدا على منصة يوتيوب وبالشرق الاوسط. انتشرت قبل هيك صور لبيسان اسماعيل ارتداء هالحجاب، وحكوا انه فعليا بيسان قبل الشهرة كانت محجبة، لكن وقت الشهرة قررت بيسان اسماعيل انها تخلع الحجاب لحتى تقدر تنشهر بشكل سريع، وظهرت صور إلها وهي في وقت الشهرة ايضا بالحجاب، لكن هاي كانت مجرد تجارب وفيديوهات لارتدائها للحجاب. ثانيا نارين بيوتي، وهي ايضا احد اشهر الفتيات بالشرق الاوسط ومعروفة جدا على منصة يوتيوب. ظهرت نارين بفيديو بتجرب ارتداء الحجاب مع مرت خالها شهد، لكن الاشاعات اللي ظهرت بتحكي انه كانت بتجرب نارين الحجاب اذا كانت رح تقدر تكمل فيه ولا لا، ولكن ما عجبها الحجاب وما كملت. لكن الحقيقة انه هالشي كان مجرد تجربة وهي ما كانت محجبة. ثالثا ريان فهمي، وهي ايضا اشهر الفتيات المعروفات بالشرق الاوسط وبتابعها فئة عمرية معينة. ريان ايضا ظهرت اشاعات كبيرة عليها انها ما رح تتحجب مثل اختها رغد، لانه هي ما حبت الحجاب والحجاب مو حلو عليها، وهالشي بعد ما جربت ترتدي الحجاب وما عجبها. ولكن ايضا ريان فعليا محجبة، ولكنها بالمستقبل القريب رح تتحجب ورح نشوف اذا حتقدر تلتزم بالحجاب او لا. رابعا ياشيم، وهي ايضا فتاة تركية مسلمة معروفة على المنصات العربية والتركية. ظهرت قبل هيك ياشيم بحجاب على عدد من الفيديوهات، والكل طلب من ياشيم الالتزام بشكل رسمي بالحجاب لانه فعليا حلو جدا عليها، لكن ياشيم ما اقتنعت بالفكرة وما ردت على هيك كلام، واعتبروها المتابعين من ضمن المشهورات اللي ما بيقدروا يستمروا بالالتزام بالحجاب. كل اللي ذكرت اسمهم قبل هيك وبهالفيديو كان ارتدائهم للحجاب مجرد تجربة او مجرد فيديو نزلوا على قناتهم، لكن المتابعين اخذوا هالفيديوهات وحولوها لإشاعات إنهم ارتدوا الحجاب وما قدروا يستمروا، لكن فعليا هي مجرد تجربة عملها البنات اليوتيوبرز عشان يشوفوا كيف أشكالهم بالحجاب. هيك بكون عرفتكم على بعض اليوتيوبرز البنات يلي حاولوا يرتدوا الحجاب وما قدروا. احكولي بالتعليقات إذا بتعرفوا بنات ارتدوا الحجاب وفشلوا في الاستمرار فيه. هيك بنكون أنهينا هالفيديو لهذا اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والضغط على جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل فيديو جديد بننزله على قناتنا، وشكرا لمشاهدتكم.